السلام عليكم. مثل ما قرأت بعنوان الفيديو، حمودة الطاهرة ابن عائشة يبلغ على قناة خواطر فكرية ويبكي وينحب بسبب بوست كتبت به انه الشيخ حسن شحاتة رضوان الله تعالى عليه هذا الذي هز عروشكم وجعلكم تتباكون. تصوروا انه بسبب بوست على المنتدى بقناتي يتباكى حامد الطاهر وجعل من الموضوع قضية. فالظاهر انه الشيخ حسن شحاتة اكرر رضوان الله تعالى عليه ورضي الله عنه وارضاه جعل منكم حقيقة حقيقة مسخرة وجعل منكم ارانب يا صاحب احمر خدود. تصوروا انه هذا الشيخ وهذا يدعي المشيخة ويدعي انه هو خطيب الجمعة، تصوروا ومخلي احمر خدود مثل ما جاي تشوفون بالفيديو. والله العظيم انتم مسخرة. وبعدها حمودة الطاهرة هذه تبلغ على قناة خواطر فكرية بتهمة الخصوصية، واي خصوصية انتهكت يا احمق؟ فانت ابن عائشة بالتأكيد سيكون تفكيرك وادراكك محدود جدا. فكل ظنك ان اليوتيوب راح يحذف الفيديو يا غبي، اليوتيوب ما راح يحذف الفيديو لان موفر خاصية تعديل على الفيديو، لكن انت حبيت تطمطم فضيحتك اللي فضحتك بيها، وايضا استشهدت بكلام تاج راسك ذو الفقار المغربي وايضا تاج راسك امير شريف اللي عروك امام الجميع، وانت تكذب على الشيعة وتقول انه الشيعة اذا مات يقطعون يده اليسار حتى يضطر الله سبحانه وتعالى، واستغفر الله من كذب هذا الصعلوك، استغفر الله انه الله يضطر ويعطيه كتابه بيمينه. لما يجي الشيعي يموت يقطعوا ايديه الشمال؟ فانت بتقطعوا ايديه الشمال ليه؟ قال لك عشان ربنا يضطر يديله كتابه بيمينه فيدخل الجنة. الله اكبر عليك! ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ فهذا هو مستوى عقلك وهذا هو مستوى ادراكك. فاكرر انت ابن عائشة بالتأكيد هو هذا مستوى تفكيرك. نرجع الى المنشور الذي اشكل عليه صاحب احمر خدود هذا حمودة الطاهرة، اشكل على منشور للشيخ الشهيد حسن شحاتة رضوان الله تعالى عليه، وانا اقول يا حمودة ابشري بمنشورات وفيديوهات لتاج راسك حسن شحاتة بقناة خواطر فكرية، فان شاء الله ان شاء الله ذكرى الشهيد البطل الذي أخزاكم وعراكم أمام الجميع الشهيد حسن شحاتة لن تموت، وسيكون فيديو له بقناة خواطر فكرية بين فترة وأخرى. فابشر يا حمودة الطاهرة. نترككم مع مقطع صوتي للشيخ الشهيد الشيخ البطل حسن شحاتة رضوان الله تعالى عليه، وأتمنى أنه تتفاعلون مع المقطع حتى يغتاظ هذا الصعلوك ابن عائشة صاحب أحمر خدود حمودة الطاهرة. وفي أمان الله. لا إله إلا الله. تعرفين أكبر جرم لنا عند أهل السنة إيه؟ أننا نبكي على الحسين، جرم الكبير. والله يا أخوانا من المناسبات الطريفة في مثل هذه الأيام في رمضان الماضي وأنا في الحرم المكي أؤدي العمرة، ثلاثة قدموا علي، مش عارف اختارونني بالذات ليه. المهم انا معايا البنت وامها، فجاءوا الي يكلمونني، فابتعدت قليلا وقلت للست انتظري ما اشوف عاوزين ايه. اخوانا تكلمون العربية الفصحى، احدهم قال لي انا من ايران، والاثنين الاخرين قالوا احنا من سوريا. قالوا انت عارف الشيعة بيعملوا ايه؟ لا إله إلا الله. اختاروا لي أنا من بين الناس اللي في الحرم المكي قبل الإفطار بلحظات، تعارف الشيعة بيعملوا إيه؟ قلت خير إن شاء الله. بيعملوا إيه؟ قالوا ده حجهم مش نافع. قلت أيوة ليه بيعملوا إيه؟ قالوا بيبكوا على الحسين. قلت آه الحقيقة دي وبيبكوا هنا عند الكعبة. قالوا آه. قلت لكن لما بيجوا يطوفوا بالكعبة يعني الناس بتطوف كده وهم بيطوفوا كده عكس الناس عشان يبقى حجهم مش لاقي؟ قالوا لا بيطوفوا مع الناس. قلت طيب ادخلوا من الفتحات اللي بين الحجر والبيت عشان يبقى مش بيطوفوا بالبيت، طواف كامل تدخلوا من الفتحة اللي بين الحجر حجر اسماعيل. قالوا لا بيطوفوا بالحجر.
طيب مش بيصلوا بعد الطواف خلف مقام ابراهيم؟ قالوا اه. الله. طب بيسعوا بين الصفا والمروه؟ قالوا اه. يقفون على عرفه؟ قالوا نعم. الله سبحان الله. امال الحجوم مش نافع ليه؟ قال بيبكوا على الحسين. لا اله الا الله. هو ده الجرم. بقول لك اكبر جرم يعده علينا اهل السنه. لذلك رحم الله حافظ الاسد واحد بيحكي لي الحكايه دي بيقول لي جماعه علماء السنه اجتمعوا اليه وقالوا له الشيعه هنا في سوريا دي مش معجزه من معجزات امير المؤمنين؟ دمشق عاصمه بني اميه فيها شيعه، فيها السيده الطاهره عقيله بني هاشم، تؤدى فيها الشعائر الحسينيه. الله اكبر. صلوا على محمد. اللهم صل على محمد. مش بقولكم معجزات امير المؤمنين تتوالى، تتوالى معجزات الامام والناس لا ينتبهون. عاصمه بني اميه تسير المواكب الشيعيه فيها والشعائر الحسينيه. الله اكبر. الله اكبر. يا سبحان الله. الله اكبر. يحق الحق ويبطل الباطل. الله اكبر. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. شوف الحق بيعمل ايه. اول منابر امر الملعون ابن الملعون ابو الملعون معاوية عليه لعنة الله، امر بسب امير المؤمنين على المنابر. كانت هذه اول ما صدرت، صدرت من دمشق. من في هذا الوقت مواكب اهل البيت تطوف شوارع دمشق، وهناك عند السيدة الطاهرة كل الشعائر الحسينية تؤدى. لا اله الا الله. قادر ربي مقتدر قدير. فجماعة اجتمعوا من علماء السنة وقالوا لحافظ الاسد الشيعة يسبون الصحابة. قال لهم شوفوا بقى، مش في جزيرة في لندن اسمها هايت بارك؟ اي مكان فيه الشيعة هو هايت بارك. اللي هم عاوزين يقولوه يقولوه. قال ده بيبكوا على الحسين، بيبكوا على الحسين. قال ابكوا انتوا رخين على عمر. هيقول لهم ايه؟ ابكوا على عمر؟ ابكوا على عمر. لا اله الا الله. محمد رسول الله، علي ولي الله، امير المؤمنين حقا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآية بالنص إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. أيتين بقول لكم في سورة الرعد لا شريك لأمير المؤمنين فيهما. أنا المنذر وأنت الهاد. خلاص انتهى. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الله أكبر. أمير المؤمنين عارف علماء السنة يقولون، يقولون الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام. أي طريقة عاوزين يصرفوا عن أمير المؤمنين الفضائل؟ يعني اللي سرق من فضائله سرق، واللي سرق من مناصبه سرق، والباقي عاوزين يصرفوه، يصرفوا كل فضيلة عن الإمام. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. شوف الحسد، شوف الحسد والحقد وصل بهؤلاء الناس إلى أين. الذي عنده علم الكتاب عندهم عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام وأمير المؤمنين. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الإمام، الإمام لا يمكن يزعل. إمام طفل عاقل العقلاء وأمير الأمراء وكبير الكبراء. إذا كان أنا وجدت مؤلف لأحد علماء السنة بيدافع عن حضرة النبي بقول لا،
يرد على واحد بيقول ان عمر عقله اكبر من عقل النبي. فالراجل مشكورا كتب رسالة وقال لا ازاي لا عمر نال كبر عقله وتفكيره ببركات صحبته للنبي، لكن عقل النبي اكبر. واما اللي يجيب ادلة لا، شوفوا قد ايه وصل الحال بيدافع ان النبي اعقل من عمر. لا اله الا الله، يعني خلاص كل البشائر ظهرت. عجل يا ربنا الفرج بإمامنا، عجل يا ربنا الفرج بإمامنا، عجل يا ربنا الفرج بإمامنا. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم ربنا واجعل لعنتك الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين.